صباح خير لكل المشاهدين بلبنان والعالم، مرحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث. اليوم الخميس 5 كانون الثاني 2012، بصيرني انه رحب بضيفي بهالحلقه نائب زياد اسود، عضو تكتل التغيير والاصلاح. صباح الخير استاذ زياد، اهلا وسهلا فيك. اليوم في عندنا مواضيع كثيره اغلبها بتتعلق فيكم، يعني كتكتل تغيير واصلاح، كتيار وطني حر بشكل يعني اكثر خصوصيه، ما يتعلق برد مجلس الشورى الدولي لقرار تصحيح الاجور، موقفكم منه اعتبر هزيمه للعماد عون وللتيار بشكل عام، فشو رح تكون الخطوات المقبله؟ تاثير كل هذه التجاذبات يلي رافقت موضوع تصحيح الاجور على علاقتكم بالحلفاء داخل هذه الحكومه وايضا برئيس الحكومه نجيب ميقاتي، موضوع محاسبه الرئيس السنيوره يلي ايضا يعني اطلقته من يومين وبشكل استفز ايضا كتله المستقبل يلي عم تستعد لحتى ترد بقوه على هذا الموضوع، قانون الانتخاب يلي انعمل همروجي حوله بفترة معينة، رأيت هلأ شوي الأجواء ما بقى حدا عم بيحكي فيه، فرح نناقشه أيضا بتفاصيله وموقفكم منه وأي يعني قانون سيتم اعتماده في نهاية المطاف في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى عناوين عديدة مطروحة على الساحة الداخلية، منها ما يتعلق بتنظيم القاعدة والجدل يلي أثير حوله وغيره وغيره من المواضيع. ولكن ببداية اسمح لي توقف مع موجز لآخر الأخبار ومن بعده ننطلق بالحوار. ننتقل إذا إلى زميلي كلارا وموجز الأخبار. برحب فيكم من جديد مشاهدينا وبجدد ترحيبي ايضا بالنائب زياد اسود، عضو تكتل التغيير والاصلاح. اهلا وسهلا فيك مجددا استاذ زياد. قبل ما ندخل بالمواضيع السياسيه الشائكه، اسمح لي اخذ اتصال مباشر من مدير صاحب ومدير وصاحب مدرسه لاسيتي ناسيونال في برجه استاذ صلاح عبد الصمد. مثل ما سمعنا بالموجز انه صار في تهديد لهذه المدرسه ولطلابها، رح نستفسر منه شخصيا عن هذا الموضوع. صباح الخير استاذ صلاح. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. بدايه شو حقيقه ما جرى من تهديد لمدرسه لاسيتي ناسيونال في برجه وللتلاميذ فيها؟ الساعه 6:30 صباحا اجى رساله قصيره على هاتف امينه السر بالمدرسه وابلغتني فيها للرساله. مفاد الرساله بتقول انه في متفجره بدها تنفجر صباحا قدام باب المدرسه والتلاميذ شو خصهم انتبهوا. انا ما فيني اقول اسمي لاني فاعل خير، واذا قلت اسمي بيخترب بيتي. وانتهت الرساله عند هذا الحد. هلا نحن عملنا واجباتنا واقفلنا المدرسه ورجعنا التلاميذ على البيت، حتى ولو كان التهديد ما كثير جدي، نحن بنعمل واجباتنا. في ارواح معلقه بايدينا، عندنا 500-600 تلميذ بالمدرسه مش مستعدين نتحمل. هذه اول مره بتتعرض المدرسه لتهديد من هالنوع يعني؟ اطلاقا، ولا مره، ولا لنا عداوات مع حدا، ولا لنا اي سوء تفاهم. علاقاتنا مع الناس جيده جدا جدا، علاقه اخلاقيه وتربويه. طيب في اي اطار اذا تفهمون يعني هذا التهديد؟ والله انا بقول مش تهديد ولا لمدرستنا، بعتقد تهديد لمدارس لبنان كلها، خاصة انه المصطادين في الماء العكر كثار، ويمكن استغلوا قصة هالاشاعات والاعلانات اللي طلعت بالاسبوع الماضي انه المدارس مهددة ويمكن يطلع متفجرات في المدرسة. منطقة الاقليم اللي نحن موجودين فيها منطقة امنية راقية جدا ورايقة بنفس الوقت، وما في عندنا مشاكل لا سياسية ولا مذهبية ولا هيك دينية، فمرتاحين. بيظهر هالناس اللي عم يصطادوا في الماء العكر مثل ما قلت، ما بدهم مناطق تضل امنه ورايقه. رح تستأنف الدروس، رح تستأنف الدروس بشكل طبيعي يعني؟ طبعا شيء طبيعي، يعني انا اليوم الحقيقه كنت بدي ضل مكفي المدرسه، بس قلت لعله يكون في واحد بالمليون من هذا التهديد شيء صحيح، ليش نتحمل مسؤوليه؟ الحقيقه ابلغنا القوات الامنيه وفريه الدمور ومشكورين على تفاعلهم معنا، وبسرعه هائله بعثوا من الجيش كلاب بوليس والمعلومات والدرك ومخفر برجه، يعني كانوا بسرعه متناهيه موجودين وفتشوا المدرسه كلها، والحمد لله ما في شيء. وبالمناسبه بطمن اهل التلاميذ اللي عندنا انه ما في اي شيء، وهيدا
تهديد عابر ان شاء الله يكون، ومش لنا، يمكن المقصود في الجسم التربوي كله بلبنان. نعم، شكرا لمدير وصاحب مدرسه لاسيتي ناسيونال في برجه استاذ صلاح عبد الصمد، اهلا وسهلا فيك وشكرا على هذا التوضيح. استاذ زياد، شو رايك يعني بهالحادثه يلي قد تكون يمكن بسيطه، لانه مجرد يعني طلعت القصه تخويف او هيك تهديد فقط عبر الاس ام اس، ولكن هي تاتي من ضمن سلسله حوادث هيك امنيه متفرقه صغيره عم نشهدها باكثر من منطقه لبنانيه، باي اطار تضع كل هذه الخروق الامنيه؟ يعني انا بعتقد راح نشوف اكثر بعد نماذج من خلق هيك بلبله، خلق ارباك عند الناس بمناطق شوي يعني ممكن تخلق حساسية في بعض الأحيان، هاي الأفكار حساسية مذهبية، حساسية مذهبية. بتصور النمط الجديد اللي رح نعيشه هلا ومشهد جديد، مش بس مسألة قاعدة ونضوي على القاعدة ونعمل بلبلة وردود ومنخلق شكوك حول موقف وزير الدفاع، ورح نشوف كمان مشاكل من هذا النوع. مشكل بكرة ببيروت، واحد بطرابلس، واحد بصيدا، ببرجة، قد يكون صحيح قد يكون مش صحيح، ولكن الهدف نترك دايما البلد والناس عايشة على أعصابها يعني مستنفرة، إلى أنه لا سمح إلى متى الله يحصل شيء ما يكون صارت النفوس جاهزة. يعني هذا نوع من التجهيز في علاقة لما يجري مثلا في سوريا من حولنا، يعني أنا برأيي كل هذا التوتر الأمني اللي كله مربوط ببعضه، بس الخلفية أنه في محاولة لإظهار الدولة عاجزة، في محاولة لإظهار الناس متروكة ما في إمكانية لحمايتها، وفي كمان خلق بخلفية الناس أو هيك بالباطن الفكرة تبعهم أنه أنه هذه الدولة يعني منعدمة الوجود وقابلة إلى أن تتلقف كل المشاريع وكل الفتن وكل المشاكل، وما حدا بيقدر يأخذ أي مبادرة أو يأخذ موقف أو هو الجسم الحكومي كمان لبيس يعني بهذا الإطار، مش جسم النيابة لبيس، ما هو عم نسمع نواب كمان عم بيحكوا ويتخطوا الخطوط الحمر، أكان من الناحية الأدبية، أكان من الناحية الأخلاقية، أكان من ناحية المصلحة العامة، لأنه اليوم قد ما بيكون النايب متحزب أو متعصب أو متشنج سياسيا أو لموقفه أو لخطه أو لقضيته، ولكن المصلحة العامة بتقتضي أنه يقف على زيح معين. هذا الزيح عم يتم تخطيه، عم يتخطوه، أكان من ناحية المس بالجيش، أكان من ناحية محاولة تظهير أنه هناك فتنة، هناك مين جاي يقتلهم، هناك مين جاي يخربهم. يعني بنحكي عن سلاح، بنحكي عن تهريب، كمان هالتصريحات اللي تستند الى امور عم حوادث يعني عم عم تحصل، صواريخ عشار او ما يتعلق بموضوع القاعده، يعني صح. ما عم تاتي من عدم. بس خليني اقول لك، هذا مش شغل نواب، يعني هذا مش دور النايب. النايب ما بيوقف على الطبل كل النهار وبيحفز، يعني ما شغلته هيدي، هيدي واحد. اثنين، مش من واجباته يتطرق لهيدي المواضيع. في سلطه، في حكومة، في أجهزة أمنية، في قضاء، هن اللي بيشتغلوا هالشغلة. اليوم صار النايب بده يشتغل كل شيء، بعض النواب لحتى ما سيء يعني أو حدا يعتبر، لأنه عم بينتقدوا أداء الحكومة، عم يعتبروها نايبة وغائبة. غائبة يعني عن أكثر من ملف، من الضروري كان إنه يكون في لها موقف من نحن عم ننتقد أداء الحكومة، وأنا يمكن أكثر واحد ضمن التكتل مش مخلي ستر مغطى عن الحكومة، أنا بس في حدود العلاقة بسيادة البلد، في حدود العلاقة بالعلاقة بين المواطنين، بين الطوائف، بين المزاج، في حدود العلاقة كمان بسقف القانون، انه انا نايب عليه علامات استفهام حول سلاح، حول التشنيج، مش شغل نايب هذا. بتأسف يعني عم بقولها هلا لاول مره. على كل حال هذا الحديث رح يكون في له تتمه معك فيه، يعني باطار حديثنا بعد شوي عن موضوع القاعده، يعني عن موضوع ما يعني يتم حديثه عن علاقه للبنان فيما يجري في سوريا وبإيواء عناصر يمكن معارضه لنظام في سوريا والحساسيه يلي يعني موجوده حول هذا الموضوع. خلينا نبلش بموضوع تصحيح الاجور، موضوع رد مجلس الشورى الدولي لمشروع يعني قرار الحكومه المستقبل تستند إلى مشروع الوزير شرب النحاس، وزير التكتل
في هذه الحكومة. إلى أي مدى اعتبر رد مجلس الشورى الدولي لهذا القرار هزيمة سياسية للعماد عون ولفريقه داخل هذه الحكومة؟ لكن أنا كنت بالتكتل امبارح، ويعني ما حسينا بلا لحظة أنه المسألة موجهة، يعني مسألة تحط تحت عنوان الهزيمة. حسينا إذا بدك أنا تحديدا أنه نحن قدام قضاء اعتباطي، لأنه هيدي القرارات كان مفترض تكون من 95 عم تطلع سيستماتيك ما بشكل مرتب ومنظم، تحفظ حقوق العمال وحقوق أرباب العمل وتطبق القانون. شفنا من سنة 95 لليوم أنه هناك سكوت وتغاضي من مجلس الشورى الواجب أنه يكون أول من يحمي هذه الحقوق وأول من يضبط إطار القانوني، هذا مش موجود. شفنا رئيس مجلس الشورى بيطلع تصريح على التلفزيون بيقول أنا هلأ اليوم ما في قرار، لا نزال في طور يعني المناقشة مع وزير العمل ومع معالي وزير العدل لنشوف شو الصيغة القانونية اللي ممكن إنها تترتب. ما شفنا حدا ناقشنا لقلنا نحن مثلا ببعض التعديلات بموضوع قانون الأستاذ شارب النحاس، لأنه بس هو في وزيرة بيمثلكم بهالموضوع، يعني تناقش معهم وعرض بس تعديلات، حتى لو كان في بعض الإيضاحات أو التعديلات أو بعض أو الرجوع إلى مثلا هذا التكتل لنقول إنه خي فينا نعدل هون فينا نرتب هون، ما حدا حكي معنا. بس هون عفوا يعني من واجب مجلس الشورى الدولي يناقشكم لألكم بهالموضوع أو بيناقش من يمثلكم؟ هو قراره استشاري داخل هذه الحكومة، قراره استشاري. إيه بس هو بيناقش الوزير المختص يعني صح بهذا صح الموضوع. لا وحصلت بحكي أنا عن الوزير المختص، بس إنه عم بقول أنا لو كانت المشكلة بس بالأرقام، انه نحن مش متمسكين بالارقام، متمسكين بالنهج بطريقه تصحيح الاجور بشكل ان تتناسب تتلائم مع الواقع المعيشي اللي عم نعيشه، واحد، اثنين ان تكون وفقا للقوانين المرعيه وان تحترم هذه القوانين. ما هو عطى ملاحظات قانونيه، فاذا ايه عطى ملاحظات قانونيه، بس هي ذات الملاحظات تركها من سنه 95 وما عطاها. طيب ولا افضل ان ياتي متاخرا من لا ان لا ياتي ابدا، يعني لا مع العمال لا، لانه افضل ان ياتي متاخرا مع حقوق العمال بتكوني ذبحتيهم للعمال وهدرتيلهم حقوقهم على مدى 15 سنه واكلتيلهم من اذا بدك من امكانيه انه تكون اجورهم متناسبه وعادله مع الواقع اللي نحن معيشه اللي عم نعيشه نحن اليوم. على 15 سنه هاي الزودات انا برايي ما عادش لها قيمه، لانه اذا بدك تحسبي شو صاروا خسرانين وشو صار في حقوق ضايعة بيطلعوا، هاي الزودة بتطلع أقل بكتير من حقوقهم. هاي واحد. اثنين، دخلك هلأ قديش صارت تزيد الأسعار، مجرد ما قالوا بدنا نزيد الأجور زادت الأسعار. هيدا السلم الذي يأكل الأجر والذي يعني ويزيد من الغلا، ما هيدا جزء منه فلتان، يعني مش جزء منه قانوني، إنه ايه الواقع الاقتصادي بالبلد، هاي السوبر ماركت وهاو التجار، هالحرية المفرطة انه بنلعب مثل ما بدنا بالاسعار، بنزيد 200,000 بنطلعهم 500، دائما بنحط الناس بنحط الشعب اللبناني تحت المقصلة على طول، نحن عم نقص منه اكان ضرائب اكان حقوق مهدورة واكان فلتان تجاري طويل عريض. وانا تردك لقلك هاي الصرخة من ارباب العمل مش مبررة. على مدى 15 سنة عملوا أرباح كفاية وبعدهم عم بيعملوا، قد تكون هناك بعض المؤسسات تخلق عندها بلبلة ولكن القسم الأكبر منهم ما بيخلق، لن يتأثر. لن يتأثر. طيب بس هون كمان في نقطة قانونية أساسية، هيدا الهجوم إلى الأمام، أنه نحن لحتى نعطل هاي المسألة منحطها بإطارة السلبي، أنه إذا بتعملوا هيك بده يخرب الاقتصاد وبدنا نبعث العمال عبيوتهم. ما رح يبعث العمال عبيوتهم لأنه ما بيعود فيه ينتج، يعني رح بيرجع بينضر مضاعفة إذا بده يبعث العمال عبيوته. لذلك هذا التهويل كمان مش مبرر، أنه ينحط الشعب اللبناني كله تحت رحمة أرباب عمل
ما بيشكلوا جزء كبير من الشعب اللبناني. بس هون استاذ زياد صار في اتفاق بين ارباب العمل، بين الهيئات الاقتصاديه وبين الاتحاد العمالي، وهذا الشيء الاساسي يلي اعتبر انه طالما في هذا الاتفاق لا يحق لاي كان ان ينقض هذا الاتفاق، وعلى من هذا المنطلق اصلا استند، يعني على هذا الامر استند مجلس شورى الدوله لرد المشروع. هون اعتبر يعني عرض مشروع الوزير نحاس على التصويت داخل الجلسه نوع من الالتفاف على هذا الاتفاق ومحاوله اعتبرت مزايده ربما. لك شغله آه هو في موضوع تصحيح الوجوه، هو المشروع الاول اللي طرحه الرئيس مئاتي كمان ما اجى طلعت اصوات سلبيه من ارباب العمل ومن العمال، لانه كمان اعتبروه بجزءه بضر بمصالح الطرفين، لذلك حتى المشروع الاولاني اللي لا الهيئات الاقتصاديه كانت رحبت فيه، يعني العمال انتقدوه طيب يعني فقط، بس انه معناتها ما انه متوافقين عليه، وفي في علامه استفهام اصلا ردوا مجلس الشورى الدولي كمان، لذلك وردوا مجلس الشورى الدولي، لذلك انه ما بدنا نصور مشروع الوزير نحاس وان قفز على المشروع الاولاني، لانه المشروع لا مش على الاتفاق يلي صار بعدين من بعد ما نرد، يعني بالنهار ذاته، بالنهار ذاته قبل الجلسه يلي تم فيها التصويت على مشروع الوزير نحاس وفاز بهذا التصويت كان في اتفاق حصل ووقع. صح. مش عم نقول لا، بس عم بقول لك شغله، حتى لو كانت الاتفاق حصل يعني كان في عليه اعتراضات وتحفظات، الفكره من الموضوع انه نحن كل هيدي الاعتراضات وكل هيدي التحفظات وكل هيدي الردود اللي عم تحصل نتيجة شو؟ نتيجة شغلة واحدة، هذا الخلل المرتكب منذ 15-16 سنة نتيجة ظروف سياسية كانت قائمة آنذاك، وصل إلى هذه البلبلة القانونية، وصل إلى هذا اللا تفاهم، يعني ما في وضوح بالرؤية حول كيفية الخروج من هذه الأزمة، كيفية معالجة مسألة الغلاء المعيشي، كيفية معالجة ضبط الحدود بين أرباب العمل والعمال على المستوى القانوني. طيب هذا نتيجة شو؟ هذا مش هلأ، مش وليد الساعة. هلأ اليوم الوزير شارب النحاس عم يجرب يخلق منهجية، عنده منهجية فكرية اقتصادية يعني قد لا تكون يعني مفهومة من أرباب العمل، لأنه هن شوي يعني عندهم يتمسكون بحريتهم أكثر بهذا الموضوع، بيعتبروا أنه هذه بتخضع لاستنسابية معينة بكيفية زيادة الأجور وغيره. طيب فاين أنا بفهمها لأنه هو تجار، بس بالآخر ليش عم نوصل لهي البلبلة؟ مش لأنه بس الحكومة متضاربة بنقاشاتها، لأنه في وضعية قانونية انخلقت ما قدرنا مش عم نقدر نلاقي نعمل مقاربة صحيحة لها لحتى نحط سلم. بس هون يعني سليم عفواً لهذا، طالما انه المشكلة من 95 لهلا وفي تراكمات ومثل ما يعني الموضوع يلي ذكرته، انطلاقا من هالشيء اللي تفضلت فيه، البعض بيشوف انه اليوم القرارات يلي عم يعتمدها تيار الوطني الحر من خلال الوزراء داخل هذه الحكومة هي نوعا ما شعبوية أكثر مما هي واقعية، ما فينا نجي نصلح اليوم مشكلة موجودة من 95 لهلا فجأة بين ليلة وضحاها وبقرار بلد. يعني في بعض الثغرات القانونية، يعني يجب الأخذ بالاعتبار الإمكانيات المتاحة من أجل تحقيق هكذا مشاريع على حسناتها. خليني أقول لك شغلة، نحن المشكلة عندنا مش بس قانونية، يعني نحن عندنا مشكلة عدالة ومساواة أيضا، ومشكلة يعني حقوق، مش بس أنه عم نصحح نصوص وعم نصحح سلم بطريقة يعني احتساب زيادات الغلاء، مش هيدا الموضوع. في البعض بفكر فيها من الناحية المادية بس، في البعض بفكر فيها بشق آخر من الناحية السياسية. نحن هي سلة متكاملة، نحن معتبرين أنه في ناحية سياسية غلط، نحن معتبرين أنه في خروقات على مستوى المساواة والعدالة للموظفين وللعمال، ونحن معتبرين أنه هناك خروقات على مستوى احترام قانون العمل وغيره. تتصلح بضربة واحدة برأيك كل هذه الأمور؟ تتصلح رح أقول لك ليش، لأنه المشكلة مش بالقانون، لأنه إذا بدك تحترم القانون فيك تحط له نص وتمشي فيه. المشكلة عند الآخرين هي مسألة مصاري، أنا شو بدي فوت على جيبتي وشو بدي يطلع من جيبتي، هيدي اللي خلقها هاي المشكلة كلها واللي عم تخلق بلبلة على كل المستويات. مش صعب كتير تصلح شيء إذا كان راكب خلل من 15 سنة، الأصعب أنه يبلشوا يفكروا أرباب العمل أنه أنا بدل ما أربح 100 مليون بدي أربح 80. الفوارق بسيطة، بس قبول أنك تدفعي هاي الفوارق هون المشكلة، وهيدي اللي عم تخلق كل هذا التجاذب. التجاذب مش بتصليح خلل قانوني، سهل أنك تصلحيه لأنه واضح. التجاذب مش بالإقرار بحقوق العمال لأنه حقهم، التجاذب شو بده يطلع من جيبتهم.
طيب قلت لي انه ما اعتبرته هذا الامر هزيمه سياسيه وكنت باشي مع التكتل. طيب قرانا انه العماد عون كان مستقل لدرجه انه لم يخرج لتلاوة بيان التكتل وانما انتدب عنه النائب ميشيل حلو. طيب شو سبب يعني للمره الاولى لا يطل العماد عون ليدلي ببيان التكتل؟ اول شيء لانه في شق قانوني، في شق قانوني تفسير قانوني معين، والعماد عون ما كان عنده نيه انه يتطرق لاي مواضيع اخرى خارج اطار هذا الموضوع، علما انه انطرق عده مواضيع، ولكن كان المؤتمر يعني الصحافي محصور بهذه الفكره وبهذه النقطه فقط لا اكثر ولا اقل، لذلك ما كان في مواضيع اخرى سياسيه تفرض على العماد عون انه يخرج. اثنين، ما في مانع انه يطلع، يعني عدة مرات كان يطلع الاستاذ ابراهيم كنعان او غيره، يعني مش ما كان مستاء يعني. لا 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 مش مستاء، بس رح بقول لك نحن كيف عم نفكر بالموضوع، انه اليوم اذا ارباب العمل والعمال بده يضلوا يتشاطروا على بعضهم على حساب الناس، هذه مسؤوليتهم بالاخر، لانه في تقصير من اثنين على مدى 15 سنه. هلا هاي الاستفاء عند اتحاد العمال، يعني انا كمان ترى علي علامه استفاء منه، انت بتترك بتفتح ثغره طويله عريضه 15 سنه ما بتسال عن حقوق العمال وما بتحاول تحصيلها لعده اسباب سياسيه وغير سياسيه. وانا بحب ذكرك بجلسه البيان الوزاري لحكومه الرئيس مئاتي، في شق من البيان الوزاري اللي انا ضمن الكلمه اللي كنت انا عم بلاقيها لها علاقه بتعطيل الاتحاد العمالي، انا فينا نرجع له وانا منتبه لهذا الموضوع من هذيك الايام، تعطيله، تسييسه، شرزمته، و اذا بدك عدم يعني اضعافه لدرجه عدم انه يقدر يعمل اي مقاربه او يقدر يعمل اي حاله تشكل خطر على الحاله الاقتصاديه السياسيه الماليه اللي كانت مرسومه بتلك الاثناء. في جزء منها بيتحملها الاتحاد العمال العام، هذا التراكم جزء منه سكوته. سكوته. طيب هلا شو بده يصير؟ هلا اللي بده يصير رح يقبل العماد عوني رح يرضخ يعني؟ لا لا مش قصة يرضخ أما يرضخ، نحن لا، هو الموضوع صار تحدي. لا لا يعني رح أقول لك، في ثلاث أربع مشاريع وفي ثلاث أربع أفكار مالية مش هيك اقتصادية، نحن اطرحنا هذا المشروع ورح نطرح، هلا عملنا لجنة رح تحط ملاحظاتها على قرار مجلس الشورى من الناحية القانونية، وهذا صار برسم العمال واتحاد وأرباب العمل، وصار برسم اذا بدك الحكومه من الناحيه السياسيه، انه انت كيف بدك تعالجي موضوع العمال؟ بدك تتركيهم هيك؟ بدك تتركيهم مغبونين؟ بدك تتركيهم ضعاف قدام الاله الماليه اللي عم تتحكم فيهم من ارباب العمل؟ وانا بقول لك ايه، في اله ماليه ضاغطه على العمال، انه احنا يا بتعملوا هيك يا مدري شو بنعمل فيكم، هذا كلام انه مسموح من ارباب العمل، انه يا بتعطونا يا بتعطوا الزوتي مثل ما نحن بدنا يا ما بنشحط العمال، هيدا نوع من الضغط على الناس لاستنفادهم واستنفاد قوتهم. طيب رح تبقوا متمسكين بالمبدا؟ نحن عندنا يعني طرح مالي اقتصادي سياسي قوامه الانتقال من حاله الى حاله، في حاله خلقت خالفه للقانون، فيها غبن، فيها عدم مساواه، وسلمها مش سليم مع الواقع الاقتصادي اللي عم نعيشه، نحن عم نحاول نحط اليه تقنيه علميه للانتقال من حاله هذا العشوائية إلى حالة مكوننة مضبوطة سليمة تنتقل تدرجا. حبوا يمشوا بهذا النظام كان به، ما حبوا يبقوا بهالحالة الفالتة شو بيصير؟ فليكن بكره بالاخر الارباب العمل اذا بدهم يضلوا يساوموا ويفاوضوا هن واتحاد العماله، هن في اتفاق على الارجح يعني، المعلومات بتقول رح يرجعوا له، في بازار رح يرجعوا له، رح يعتمد يعني على في الارجح، في بازار اعطيني بعطيك، في في مقايضات ما اكثر ما هي رؤيه هيك متماسكه للواقع اللي نحن عم نعيشه، فليكن صارت مسؤوليتهم. طيب رح يدعموكم حلفائكم للاخر برايك؟ يعني بالمره الاولى صوتوا ضدكم، رجعوا من بعد ما عملتوا زوبعه وحكيتوا عن تحالف خماسي ضدكم واعربتوا عن انزعاجكم واستيائكم من هذا الموضوع، صار في اجتماع بين العماد عون والسيد نصر الله، رجعوا صوتوا معكم داخل الحكومه باخر جلسه بموضوع تصحيح الاجور، هلا رح يرجعوا يصوتوا معكم برايك؟ مش ضروري، يمكن او يمكن لا، ما بعرف يعني، انا سابق لاوانه نحكي، بس خلينا نقول انه نحن يا اما في توجه معين لانقاذ وضع معين وتصحيحه، يا اما انه والله عم نعمل على طريقه الاتحاد العمالي، انه اليوم بقبل بكره برفض،
انه قبل باول مشروع تاني نهار، بس طلع شاف الناس مش راضيه، طلع صار بده يقول لا انا مش عجبني هاي العصفوريه بسميها انا، ما بقت مقبوله بالحياه السياسيه. يا انت هون وعلميا ليش؟ يا عم انت تحكي عن حزب الله هون يعني؟ لا عم بحكي عن الكل بشكل عام، انه يا نحن عارفين علميا ليش عم نعمل هذا المشروع، يا ما مش عارفين. اذا بدنا نرضي ارباب العمل لانه عندنا مصالح، لانه ما بدنا نزعل حدا، ولانه عم بيهددوا بيقطعوا برزق الناس، بتخضع الدوله بام ابوها، بيخضع ثلاث ارباع الشعب اللبناني اللي كله تقريبا موظفين وعمال ومستخدمين، ها مقابل مجموعه معينه طبقه معينه بتفرض ارادتها على كل الناس غبنا وفحشا والبدك اياه. ونحن بنعرف انه عندهم دفترين للميزانيه ودفترين للماليه وبيدفعوش ضرائب وبيعملوا ارباح وغابنين الناس، هاو هن زيتون اللي عم بيضغطوا على هاي الطبقه، على الشريحه الكبيره من الشعب اللبناني. ما بيصير معقول تستقيلوا من الحكومه على خلفيه هالموضوع؟ لا لا رح اقول لك، وضع نحن بنعتبر انه حضورنا بالحكومه حتى لو كانت كل هاي العراقيل مقابلنا عم نعمل انجاز 10 او 15 او 20% تقدم الى الامام، واللي مش طموحنا لانه بنريد نحن نكون متقدمين اكثر بعجله الدوله وعجله الافكار الجديده والتقنيات الجديده، احسن من انه نكون بحاله فراغ هلا ما تقدروا تحققوا شيء بالمره شي. نعم، اسمح لي اقرا مقطع من جريده الجمهوريه حول ما جرى في مجلس الوزراء بينكم وبين حلفائكم، وبدي طبعا تعليق من حضرتك لانه بدي ناقش العلاقه مع الحلفاء من بعد يعني التصويت يلي صار بجلسات مجلس الوزراء. كتبت الجمهوريه ان التردد الذي شهدته الجلسه الاخيره من مسلسل تصحيح الاجور كان ناجما عن تردد حزب الله تحديدا، فهو لا يريد ازعاج نقاطي وحشره الى حدود دفعه الى الاستقاله، وهو من اجل هذا الهدف وافق على تمرير تمويل المحكمه الدوليه، أي على ما هو أهم وأشد خطورة بكثير من ملف الأجور، كما أنه لا يريد إغضاب العماد عون الحليف المسيحي الذي يوفر له وهو الطرف الشيعي غطاء وطنيا. في الترجمة، لا يريد حزب الله خسارة الحكومة لأنها لا تعوض، ولا يريد خسارة عون لأنه لا يعوض أيضا، ولذلك هو ارتأى أن يكون المخرج في إقناع ميقاتي بالتنازل والقبول بالهزيمة بالأصوات أمام عون في مجلس الوزراء، لأن هذا الانتصار سيتم إلغاؤه دستوريا في مجلس الشورى وواقعيا في تعذر إقناع الهيئات الاقتصادية بالتزام القرار، وهذا ما حصل فعلا. ويشعر اليوم العماد عون بأنه أصيب بهزيمة جديدة، لكن حزب الله قادر على التأكيد أنه ليس مسؤولا عنها، بل هو قدم للجنرال إثباتا لصوابية موقفه الواقعي في الجلسة السابقة، أي تلك التي اضطر فيها إلى معارضة عون. لكن المطلعين يؤكدون أن الحزب لا يقوم بأي عمل يؤدي إلى إسقاط الحكومة في شباط أو أذار المقبلين كما في تشرين الفائت، فالمقتضيات الداخلية والسورية لاستمرار حكومة ميقاتي لم تتغير، وهي لن تتغير في المدى المنظور، لكن الحزب لن يفلت الجنرال وهو سيحاول إرضائه بأي وسيلة، فهذه الغاية تبرر أي وسيلة، وسيوحي الحزب لحليفه المسيحي بأن له الأولوية، لكنه في الواقع سيمشي بين النقاط والألغام في طريق صعب للحفاظ على الجميع. ونموذج الشك الذي قبضه الجنرال قبل أسبوع ليتبين أنه من دون رصيد مرشح للتكرار في مناسبات وملفات واستحقاقات أخرى، والجنرال قد لا يكون مدركا أن الماء تجري تحت قدميه، أو قد يكون مدركا لذلك ولكنه لا يريد أن يصدق، فلا مصلحة في الحقيقة أحيانا خصوصا عندما تكون الحقيقة صعبة. شو تعليقك على هالوصف؟ مش أول مرة بنسمع يعني كمان تحليل جريدة الجمهورية عندها، بغض النظر عن جريدة الجمهورية، يعني مش أول مرة بنسمع تحليلات من هذا القبيل لعلاقتكم مع حزب الله. يعني شو تعليقك؟ خليني لك العلاقة مع حزب الله مرة لكل المرة، أكان بوسيلة التفاهم أو أكان باليوميات، علاقة كتير ممتازة. التباينات اللي عم تحصل لها علاقة بفكرنا نحن، انتبه نحن منا جايين، أول شيء نحن دخل على الحالة السياسية، نحن جداد. يعني بتقولي لي أنتم من 2005 بطلتوا جداد، أنا بقول لك مبلا جداد، لأنه في تركيبة راكبة من 15-20 سنة، نمطية تفكيرها السياسي المالي الاقتصادي كلها راكبة باتجاه معين. نحن اليوم جايين عم نفوت بعكس السير،
بأفكارنا، لأنه بنعتبر أنه ما حصل من تراكمات كان خطأ فادح وأدى بالبلد إلى هذا التدهور على كل المستوى. بس أفكاركم واقعية؟ يعني هون كنت سألتك قبل شوي أنه متهمين أنه هي شعبوية، لا مش يعني شعبوية. من أجل كسب يمكن رأي عام مسيحي تحديدا، لا. أو من أجل التحضير لانتخابات مقبلة، بس عمليا ما عم تحققوا شيء. لا مش شعبوية، بالعكس لو كانت شعبوية ما كان عندنا تدني. نحن إذا بتتذكري نحن فتنا بال 2005 ب 70-75%، نزلت الشعبية. ليش؟ لأنه أفكارنا مش شعبوية. لا عم نحكي هلا، مو وقت ما صرتوا بالحكومة يعني. وحتى هلا أنا بقول لك شغلة، يمكن نص العمال بلبنان لأنه بالسياسة مش معنا، شو ما نقدم لهم حتى لو كان لمصلحتهم رح يقولوا لا يعني، لأنه في بلوكات بطون صايرة راكبة بالدماغ الشعب اللبناني مقسوم سياسيا. هي هيك، لو بدك تضوي أصابعك العشرة، اللي معك معك واللي مش معك معك، حتى لو كنت عم بتقدمي الأحسن ما بده يعترف. طيب حزب الله معكم ولا ضدكم؟ بدنا لا نعرف. لا حزب الله بهيدا الموضوع معنا، بس أنا بقول لك وين التباين. نحن مع الحالة الحاسمة بموضوع الملفات المالية، نحن مع الحالة الحاسمة بموضوع الملفات الفاسدة، نحن مع تخلخل بهيدا الموضوع، مش مع المعالجة البطيئة أو مع المداور، يعني مندور على مندور حول المشكلة وما منعالجها، لأنه عنا أولويات. هذا ما يعتمده حزب الله يعني؟ حزب الله عنده أولوياته، عنده أولوياته الإقليمية، عنده أولوياته مع إسرائيل، عنده أولويات المحافظة على المقاومة، عنده أولويات هيدي هون. وبتجي شو عنده وزراء بالحكومة، صح صح، عنده وزير زراعة، يعني عنده وفاعل جدا على فكرة، يعني هو على تماس من أنجح الوزراء يعني. نعم، ولكن المقصود أنه حزب الله على يعني على تماس تام وكامل بالمواضيع الحياتية اليومية. نحن بالنسبة لنا الفساد وهذا التراكم والتمادي بالفساد سيؤدي إلى، إذا بدك، تآكل قوتنا، سيؤدي إلى تآكل حتى لو عندنا مناعة كافية، حتى لو مقاومتنا كتير كبيرة وقوية، استمرار الفساد على حاله بهذا الوضع بالبلد يؤدي إلى أضعافنا من نواحي أخرى، إلى أضعاف هيبة الدولة، إلى أضعاف قوة المقاومة، إلى أضعاف هذا التماسك. بالآخر الفساد بده يأكل كل الناس، التغاضي عنه ما بيوصل لمطرح. هون في تباين بينكم وبين هي هون، أما بقت ما تبقى لا أنا بس هون لما بنسأل بعلاقتكم مع حزب الله، يعني مش عم نستند فقط لتحليلات يمكن هي منطلقة من منطلق سياسي خصم لألكم، وإنما استناد إلى تصاريح لألكم، إلى حتى يعني ما تحدثت في محطة الأوتيفية يعني تتحدث باسم التيار الوطني الحر، لما تحدثتوا عن حلف خماسي ضدكم بالجلسة يلي يعني ما قبل الأخيرة يلي تم فيها تصويت ضد مشروع الوزير نحاس. طيب لما تحدثتوا عن حلف خماسي، شو كان المقصود فيه؟ وين صار هذا الحلف الخماسي هلا يعني؟ تبدل باجتماع العماد عون مع السيد نصر الله؟ شوف انا عم برجع بجزم لك انه مساله الحزب والتيار مشكله يعني عم تتكبر، وهي مش هالقد حجمها، وما في مشكله يعني، ومش انه ما في مشكله، في تباين بس مش هالقد حجمه وسيؤدي الى يعني خربان العلاقه. لا مش مزبوطه هاي النظريه، واللي عم براهن على هذا الموضوع مخطئ تماما. العلاقه بين الحزب وبين التيار متماسكه جدا على المستوى السياسي الاستراتيجي الاقليمي، حتى على المستوى المحلي بكثير مواضيع. نحن الاولويه عنا الملفات، ضبط واقع الدولة وهيبة الدولة والقضاء، هاي الأولوية عندنا. طيب رح يقبل معكم حزب الله بهذا الأمر، أو مثل ما هون قالوا يعطيكم شيكات من دون رصيد، يعني صوت معكم وكان عارف إنه رح ينرد الشيك بلا رصيد من مجلس شورى الدولة؟ الشيك بلا رصيد بيصيب اثنين، بيصيب الساحب وبيصيب المسحوب له، كلنا بندرك هذا الواقع. ما حدا في يعطي شيك بلا رصيد وعارف إنه هو بالاخر مش رح يرجع يدفع ثمنه او انه مش رح يصيبه. ما احنا ما بنفكر هيك، نحن بنفكر انه اليوم ممكن الظروف بتقتضي انه نتعامل مع هذا الموضوع بهاي الواقعيه، اوكي نتعامل معه بهاي الواقعيه، بس الواقعيه لا تعني التنازل، الواقعيه لا تعني التغاضي او السكوت او عدم يعني متابعه هذا الموضوع. نحن بالنسبه لنا هيدي الدوله ما فيها تكفي. نحن بالنسبة لنا استمرار الواقع مثل ما هو سيؤدي إلى تهديم كل مقومات الدولة، وأنه نروح على شيء تاني خارج إطار
ما يسمى بالدولة اللبنانية والأرض اللبنانية والشعب الواحد. بس إذا ما كان في تجاوب من شركائكم داخل الحكومة وما قدرتوا تحققوا شيء، ساعتها شو الجدوى من بقائكم في هذه الحكومة؟ شو إلها علاقة؟ ما تدخل هيدا، نحن طرف سياسي، عنا طرحنا وعنا ناسنا وعنا أفكارنا وجديدة يمكن ومش مألوفة. أيام بتكون شعبية بتكون مش شعبية أبداً وبتخسر. وين صارت شعبيتكم هلا؟ ما بهم. ما عم تعملوا متابعة يعني دراسة لهالموضوع، نحن على أبواب انتخابات يعني. ما بهم، رح بقول لك وين بدها تصير الشعبية بالآخر. بده يدركوا الناس إنه هلا اليوم تعملي خدي على مستوى نحن مجتمعاتنا نحن. طيب إنه اليوم نتطلع ونشوف هي شو السلبيات وشو الإيجابيات. سلبيات كتار وإيجابيات كتار. مثل ما في سلبيات عند الآخرين إنه مش بالآخر، بس نحن حدودنا معروفة بهذا الموضوع. يعني لا مشاركين بملفات ولا مزورين ولا سارقين ولا بس انتم ايضا جيتوا بوعود تغييريه كمان. بس ما بدنا ننسى هذا الموضوع يعني، عدا عن شعار كثر التغيير والاصلاح خاصه لما دخلتوا بهالحكومه بهذا العدد من الوزراء وهذه الحصه الكبيره يعني كثار انوعدوا انه مدري شو بده يعمل هلا العماد عون، شو بده يقلب الدنيا كلها يعني. اول شيء قلت لك وجودنا بالحكومه لتحقيق اقل هو حد ادنى من الانتاجية اللي كانت ما كانت موجودة بمطرح تاني. هاي واحد. اثنين، عدم انتاجية هذه الحكومة مش مسؤولية حزب الله بس، مسؤولية الرئيس ميقاتي والاطراف الاخرين. بس عملتوا حد ادنى، عفوا يعني عم بقاطعك، ولكن عملتوا حد ادنى برأيك من الانتاجية؟ رح اقول لك شغلة، وقت اللي بتقربي بموضوع الكهرباء بعد 20 سنة خطوة، وقت بتقربي بموضوع النفط بعد 20 سنة او 50 سنة ما بعرف اكثر. بس هي طروحات بعد لحد هلا ما في شيء بينهم. بس بدك تبلشي، مش طروحات، لا هلا عمليا بلشوا على الارض، بلشت تترجم. كنا نحكي عن نفط ما نعرف وينه، كنا نحكي عن نفط وما عندنا قانونه، كنا نحكي عن نفط وما عندنا مراسيمه، كانوا يحكوا عن نفط وما تيجي ولا شركه تسال. والكهرباء عم بيزيد التقنين فيها. بس هيدي مشكله ورتنينا نحن، كيف معالجتها؟ إذا تتعالجي مشكلة مفترض أنه نكون كلنا متوافقين على معالجتها لأنه أساسية وجوهرية وبتمس حياتنا، ومسخرة لكل الطبقة السياسية اللي مرقت بلبنان أنه توصل الكهرباء لهون وما تتعالج. مسخرة، ومش أنا مش مستحق أولى. كل الطبقة السياسية اللي مرقت بلبنان وشافت الكهرباء وتركتها توصل لهذا المستوى لا تتحمل المسؤولية المعنوية والمادية والسياسية. ليش؟ في سؤال ليش؟ واحد عنده إمكانية إنه يعمل الكهرباء ويربح مش يخسر، أو أقله ما يربح بس ما يخسر ويوصل الكهرباء لكل الناس، ما بيعملها ليه؟ نصرف مصاري بمطارح تانية ملايين الدولارات. شو بيمنع الوزير اليوم وزير الطاقة جبران باسيل؟ التركيبة السياسية، طالما هالقد هينة يعني التركيبة السياسية. شفنا 700 ميجاوات بيضحكوا علينا بالصين بيعملوها بحي، بقينا 3-4 أشهر رح نحلش بعضنا بمجلس نيابي لنقر مشروع. هذا لازم يكون من البديهيات، هاو المشاريع المي والكهرباء والطبابة والمستشفى الحكومي والمجرير والبيئة، هاو لازم يكونوا من البديهيات، هاو ما لازم نختلف عليهم، هاو تقنيات لأنه علم. مختلفين عليهم ليش؟ لأنه في ناس تتحمل مسؤولية عدم وصول الكهرباء لهون وما بدها تعترف، وفي ناس ما بدها اي حدا ينجح انه يطلع من هاي الازمه الى الحد الادنى اللي هو 20 و25% من واقعنا اللي عم نعيشه. السياسه بلبنان انكاية صارت، بطلت علم، بطلت انه اوكي بنختلف يمكن على سلاح المقاومه، بنختلف على الوضع مع سوريا، بنختلف على الحرب مع اسرائيل، بنختلف، بس نختلف على انه في قضاء لازم يحكم، بنختلف على انه لازم الشعب اللبناني ياخذ كهرباء ومي وتليفون. يعني مشاركتكم بالحكومه بهذه الحصه الكبيره للمره الاولى لحد هلا كيف تقييمكم لها شعبيا؟ يعني خدمتكم ولا ربما انقلبت عليكم؟ خليني اقول لك شغله، الشعب اللبناني حاطط امل على هاي الحكومه لدرجه هلا كنت عم فكر فيها انا وجاي بالسياره، انه الشعب اللبناني بيعتبر انه عايش 30 سنة انهيار، ما كان يمشي على الزفت، اليوم بده كل طرقاته مزفتة بشهر، ما كان عنده ولا مستشفى حكومة تستقبله، اليوم بده كل المستشفيات تستقبله. لا بس هذا المنطق يلي سألتك فيه ايضا عن تصحيح الأجور، انه مش بضربة واحدة يعني كمان تصلح الأمور. الشعب اللبناني يطمح هالقد، بس كمان ما حقه، وانا واحد منهم،
انه يحط كل المسؤوليه بميزان واحد وعند طرف واحد. بده يوصف ويقيم ويشوف انه انا بهذا الواقع قديش عم بقدر انتقل ومين اللي عم بيقدر ينقلني وقديش المسابره وقديش العرقيل. بس انا ما بقدر اقول لهم انه يعني يجي يقول جبران باسيل مسؤول عن الكهرباء واذا ما بتجي الكهرباء نحن بدنا نقصك ونحاسبك. طب ما انت ما قصصت وما حسبت وسكتت وقبلت وعم تدفع ثلاث فواتير. وهلا انا وجاي عم بسمع على الراديو من زحله الخمسة امبير ب 200 الف ليره و 225 الف ليره، الناس عم تشكي وتنعي هاو موترات بلس كهرباء بلس قديش بدك عم بيدفع الشعب اللبناني له 30 سنه اليوم صرنا ما نحطها بظهر جبران باسيل لحاله. لا، هذا تراكم ومسؤولية سياسية اقتصادية مالية على طبقة سياسية حكمت لبنان. أطلقنا الوعود كمان يعني. نحن أطلقنا الوعود بس ما كنتوا عارفين إنه رح تصطدموا، ما كنتوا عارفين إنه هذه مشكلة كبيرة وسياسية وفيها كل هذه التجاذبات ولا تحل بين يوم والتاني. إنه هاي هي ذات الطبقة السياسية اللي وصلت الوضع لهون رح تبقى متمسكة بغرورها وبعنجهيتها وبنكدها. لأنه بحياة الناس ما في نكد، بتعمل نكد السياسي بالانتخابات تحكي اللي بدك إيه، بس بالمي والكهرباء وبالطبابة وبحق الناس بعيش كريم، هيدي ما بيصير فيها نكد. لأنه بتربح لجماعتك بس بتخسر نص الشعب اللبناني من مطرح تاني. الكهرباء لكل مين الناس. مين يلي عم بعرق لكم داخل هذه الفكر الحكومة؟ الفكر المؤسسات يعني حتى على طول عم نسمع شكوى انه انتم مستهدفين، طلع الوزير باسيل اشتكى حتى عند البطريرك يعني اخيرا انه انتم مستهدفين وانه في حملات مفتعله عم بتعرق لكم عملكم، من يستهدفكم؟ الفكرة. هل هو الرئيس ميقاتي؟ لا، رئيس ميقاتي وفريقه؟ جزء من طبقه سياسيه تشتغل بهالطريقه. في فكر اللي قائم عليها الدوله، المنهجيه اللي قامت عليها الدوله بعد اتفاق الطائف بتشتغل راسها بيشتغل هيك. هي بتشتغل هيك، تتعاطى بهي الطريقة. في اختلاف بطريقة التفكير، في اختلاف بالرؤية حول كيفية إدارة شؤون البلد. اليوم بس تقربي على رئيس ميقاتي بيطلع بيحط لك عنوان ما بتمثل لي صلاحية، دغري بيروح على الطايفة وبيتمترس وراها. كيف تتعاملي مع شخص بيتعاطى بهالطريقة؟ كل ما بتقربي على موضوع لازم انه ندفش فيه باتجاه الأمام تننقذ وضع معين او لنصلح وضع معين، اذا مش عاجبه بنتمترس ورا الطائفه. نعم، رح تابع بهالموضوع وايضا بموضوع مطالبتكم بمحاسبه الرئيس فؤاد السنيوره، يعني هذا الموضوع يلي اثرتوه اخيرا، وتعليقا على هالموضوع كمان معي النائب زياد القادري مباشره عبر الهاتف عضو كتله المستقبل. صباح الخير استاذ زياد، اهلا وسهلا فيك. صباح النور لك للاستاذ زياد. صباح الخير. يعني عم نسمع انه عم بتحضروا رد ككتلة مستقبل على موضوع المتعلق بمحاسبة الرئيس فؤاد السنيورة وما تحدث عنه العماد عون وتكتل التغيير والاصلاح في هذا الاتجاه. شو توجهكم بهذا الموضوع وهل هو مدعوم بما يكفي من اجل الدفاع عن الرئيس السنيورة؟ يعني بداية الوقائع ان كانت الوقائع المادية او الوقائع القانونية هي كفيلة بالرد هذه الحملات على الرئيس فؤاد السنيوره، ان كان وقت اميل لحود وموضوع محرقه برج حمود، او ان كان هلا بسيناريو جديد لمحرقه برج حمود رقم 2 يعني. فانطلاقا من هون مثل ما قلت الوقائع هي بتكذب هذا الموضوع، والمعطيات القانونيه والقضائيه واضحه في هذا الخصوص. يعني تكتل التغيير والاصلاح قعد اكثر من سنه مع الرئيس السنيوره في الحكومه، هلا فاق على هذا الموضوع. تكتل التغيير والاصلاح قعد اكثر من سنه مع الرئيس الحريري في الحكومه يلي هو من نفس السياسي مع الرئيس السنيوره، هلا تذكروا هذه الامور. هذه محاوله يعني للكيد السياسي، ومن جهه ثانيه كمان محاوله للتعميه عن فشل كبير في ملفات كثيره في البلد. اليوم عم نشوف في تخبط كبير في هذه الحكومه بمعالجتها، ومحاولة تشفي وإهام الرأي العام بحقائق وحرف النظر عن المخالفات والارتكابات الكبيره اللي عم تصير من قبل. ولكن كمان يعني هون فريق العماد عون استاذ زياد، كمان فريق العماد عون يعني كمان داعم موقفه بامور قانونيه بما صدر عن ديوان المحاسبه، في لجنه عم تتابع هذا الموضوع، فهل يعني يجوز الاستخفاف هالقد يعني بهذا الاتهام؟ اذا بدنا نحكي عن الامور القانونيه يعني عن موضوع ديوان المحاسبه او ما بعرف هيدي الموضوع اللي حكوا عنه على التيكوتاك وغيره،
النيابة العامة المالية ما بتشتغل عن تيار المستقبل ولا عن فؤاد السنيورة. النيابة العامة المالية هي نيابة عامة للبلد وللدولة، وهي اللي وهي قررت حفظ الشكوى أو الدعوة بالأحرى في موضوع تيكوتاك، واعتبرت أنه كل إجراءات اللازمة لأخذها الرئيس سنيورة لحفظ المال العام ولاستعادة المال العام والتدابير والإجراءات لأخذها بحق الشركة يلي عملت هذه المخالفة هي تدابير بمحل الصحيح. هاي النيابة العامة المالية، مش أنا اللي عملتها. بموضوع الخزنة كلنا شفنا لزميلنا الأستاذ إبراهيم كنعان طلع اتهم أنه في محتويات أخذت وفي خزنة اختفت. إجوا الموظفين اللي هن موظفين للدولة وانحطت محاضر رسمية، انعملت مش عنا نحن بمكاتبنا ولا انعملت بمقاطع حزبية، انعملت بالدولة، إن كان موظفي وزارة المالية أو إن كان كمان بمصرف لبنان وقتها انكشف على المحضر قبل يعني تسليم و يعني كيف وختم الخزنة وبعد فتحها كمان. يعني كيف رح تكون نهاية هذا الموضوع برأيك؟ مجرد فقط يعني كلام إعلامي ينتهي عند هذا الحد أو سيسلك طريقا قانونيا معينا؟ طبيعي هيك، ومش عم بخفي سر إذا بقلك أنه داخل هذه الحكومة ومبارح لحتى في الجلسة بالتحديد صار في نقاش يعني على هامش مداولات الجلسة بين أعضاء الحكومة، أنه نحن مش حكومة كيد سياسي ومش حكومة هيك حتى نعمل حتى نجر البلد هيك لمعارك وهمية وفولكلور، يعني بس نشوه سمعة الناس ونعمل مشاكل ما لها أي أساس. يعني مبارح صار في نقاش يعني في وزراء ما كانوا من هالجو ابدا، وشفنا كمان امبارح الوزير وائل ابو فعور عم يحكي عم يصرح يعني او عم يحكي عم يعطي حديث لبعد الجلسه لاحد المراسلات اللي كانت موجوده انه هذا الجو مش هذا الجو مجلس وزراء ومش هيك ممكن تمشي الامور. نعم. طيب في موضوع اخر استاذ زياد، يعني بس ملاحظه من هون نحن بنشوف يعني كيف الاصرار على مساله موضوع مجلس قضاء الاعلى وغيره، حتى يعني عند البعض في فكره او في محاولة انه حتى يستعيدوا هيك التجربه القضائيه من يعني شو بيقولوا استخدام القضاء و و و و وتسييسه في مجال يعني الانتقام السياسي. نعم. هون كمان نحن بنحذر خاصه عبوات تعيينات بشكل خاص موضوع مجلس القضاء الاعلى. نعم. والقضاء. بموضوع اخر ما يتعلق بتنظيم القاعده باختصار، شو توجهكم يعني كيف راح يكون التعاطي مع وزير الدفاع، وهل صحيح انه التوجه هو الى تقديم مساءله واستجواب وقد يصل الى حد طرح الثقه بوزير الدفاع فايز غصن؟ صحيح. اولا في جلسه نهار الاثنين للجنه الدفاع بعد الى الزميل سمير الجسر لا 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 هذا الموضوع بالتحديد، ولسؤال واستضاح ومعالي الوزير حول المعلومات اللي قالها وحول التناقضات الكبيرة اللي صارت بين أركان الحكومة، يعني من رئيس جمهورية، رئيس الحكومة، وزير الدفاع، وزير الداخلية وغيره. وأنا كمان بصدد تحضير استجواب وتقديمه كمان للحكومة ولمعالي وزير الدفاع حول هذا الموضوع. هذا الموضوع اللي بين انه خلفيته السياسيه محض. لم يقنعكم المؤتمر الصحفي للنائب فرنجيه؟ لا طبعا، بالعكس زاد الامور. الوزير فرنجيه حكي بالسياسه، ما زاد اي موضوع على 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 الشيء اللي نحن عم نناقشه، نحن ما عم نناقش سياسي. الوزير فرنجيه هو قال في معطيات وفي ادله، وتمنى على المعنيين ان يعلنوا عنها بشكل واضح لحتى ينحسم الموضوع. خليه يتفقوا اول شيء بين بعض، هيدي حكومه او حكومات. هذا وزير في دولة يعني في لها مؤسسة وفي لها رئيس حكومة ورئيس جمهورية ووزراء ولا لا؟ ما هن أعضاء الحكومة وأعضاء الفريق الواحد كذبوا بعض وتناقضوا مع بعض وحكوا كلام متناقض. خلي أول شيء شو نعرف نحن أمام أي حكومة نحن. نعم. هاي واحد. اثنين، هذه المعلومات يعني بين إنه وظيفة هيك كبة أمام الرأي العام، وهي على كل يعني خطيرة جدا. حتى وزير الدفاع بيقول أنا حبيت أطلع الرأي العام عليها، هذا موضوع أمني حساس تطلع الرأي العام عليها وبتشتغل لمكافحته إذا كان موجود. نعم. بس بين أنه توقيته مرتبط بفواتير يعني تدفع تباعا للنظام السوري في معركة، يعني في إطار أعطاه أوراق لحتى يعني يبرر اكثر او يحاول يشتري وقت
في 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 إطار أزمته اللي هو عم يتخبط فيها. شكرا لك نائب زياد القادري عضو كتلة المستقبل على هذه المداخلة. برجع لك أستاذ زياد وراح بلش من موضوع الرئيس السنيورة. على ما تستندون على هذا الاتهام ولماذا اليوم إثارة هذا الموضوع بحق الرئيس السنيورة؟ لك اليوم وكل يوم المسألة مش مسألة هلأ توقيت، يعني رئيس السنيورة من وقت ما كان وزير بالوكالة يعني دخل عمل يعني فزلكات طويلة عريضة بالموازنة وبإدارة المالية وبالمال العام، يعني إنه ما أنا جديد عليه، إنه أسلوبه هو هيك. وأنا بقول لك رئيس السنيورة شاطر بيعرف يخبي الأمور، يعني بيعرف يفزلكها ويلاقي لها ديباجاتها. بس في إثباتات؟ بس أنا يعني لما بده ينطلق أكيد في إثباتات اتهام يعني بهذا هلا عم يحكي عن الخزنة. أول شيء أنا من الناس اللي كانوا على الأرض هذيك الأيام وبعرف شو وضع الخزنة وين راحت وكيف راحت وشو كان فيها، لأنه بنعرف مين اقتحم المالية بهذاك الوقت وبدي أرجع أفتح السجلات. بس المحاضر اللي عم بيحكي عنهم الرسميين هي كناية عن أوراق، مثل هلا أنا بعبي ورقة بمضيها أنا وياكي والشباب بتصير محضر. هذا مش محضر رسمي، مش هيك بينعمل. هاي واحد. اثنين، ما حدا ما نكر رئيس السنيورة انه ما في خزنه، وما نكر الحصري اللي كان مسؤول عن الماليه انه كان فيها مصاري وتسامح فيها وتصفرت يعني كل هاي المسائل. وحتى ديوان المحاسبه حكي عنهم. هلا بتقلي لي النيابه العامه الماليه حفظتها او ما حفظتها، هذا بحث ثاني. احنا بنعرف الوضع السياسي وترتيباته على شخص مثل السنيوره، يعني رئيس حكومه ونايب بالوقت الحاضر، اذا بده يتحاسب كيف بده يتحاسب. هذا لا يعني بتوضع بإطار الكيدية، يعني لا مش مزبوط الكيدية الموضوع. لا الكيدية انه يسرقوا البلد 20 سنة ويحطوا دين على البلد 20 سنة ويهدموا مؤسسات البلد ويفتكوا فيها. الكيدية انه يعملوا شيء اسمه سوليدار على حساب ملكيات الخاصة للناس خلافا للدستور، هاي الكيدية وما يعترفوا فيها. الكيدية اللي عم بيصير بالبور واللي عم بيصير بالمطار، هاي الكيدية. الكيدية انه نسرق بلد وما في مين يحاسب لانه نحن هيك. هون كمان السرقات يلي حصلت هون بعيدا عن اتهام اشخاص، ما عم بتبنى اتهام لحدا، ولكن حصل سرقات، في فساد بلبنان باجماع الكل، ولكن هذا يشمل يمكن كل الوزارات، يمكن يشمل عده، يعني كتار بيتحملوا المسؤوليه. البعض بيشوف في تداخل هون لجهات اقليميه مع جهات محليه، لان كنا بفتره وصايه سوريه من التسعينيات لحد هلا. يعني فقد ايه من السهوله انه اليوم اذا بدنا نطلق شعار المحاسبه انه يكون قابل للتطبيق في ظل كل هذه الامور الشائكه يلي بتشوفه؟ هذا اللي بيوصلك، قلت لك نحن فايتين بعرض التركيبه السياسيه الموجوده اللي لها كذا سنه، عايشه ومرتاحه، عامل سياجة، كل فريق سياسي عامل سياجة وداير البلد ومؤسساته وصناديقه مثل ما بده. نحن فايتين بالعرض، أكيد مش رح يكونوا مبسوطين فينا، ويطلع يعني بنطلع من منسيره يصفوا حكي إنه ولا وكيدية. الكيدية بحد ذاتها اللي عم يحصل، الكيدية بحد ذاتها إنه واحد يهرب من معالجة الموضوع وقت اللي بيعرف إنه بيصيبه بمسؤولية معينة. والكيدية بحد ذاتها انه ايه اللي صار بالتيكوتاكو غير التيكوتاكو مسؤول عنه رئيس السنيورة بطريقة او باخرى، انه ايه حفظته النيابة العامة. ما انا محامي بس شو يعني حفظت الدعوة؟ والاستاذ محامي، ونحن بنعرف انه هذا القضاء معطل. هذا القضاء يشتغل بالسياسي اكثر، هذا القضاء ثلاث ارباعه بيشتغل على التليفونات، وهي مشكلتنا مع القضاء. ومشان هيك اليوم عم بيسكروا الطريق على مجلس القضاء الاعلى، مش لانه التيار العوني، مش لانه في فكره كيديه، لانه في ممكن يجي قضاة بمواقع معينه نضاف شرفاء مسقفين احرار ما عندهم خضوع سياسي لحدا، ياخذوا قرارات ما تعجبهم. مشان هيك بيطلع قرار من النيابه العامه الماليه بحفظ ملف واضح مثل الشمس، مثل ما كان يطلع بالاول. بس اليوم خلافكم حول رئيس مجلس القضاء الاعلى هو مع رئيس الجمهوريه. لا مش مع رئيس الجمهوريه. ومع مين؟ مع التركيبة. اليوم المشاورات والمفاوضات جايين بين بعده والرابيه. رئيس يعني واضح الكل بيعرفوا هذا الامر. رئيس ميقاتي غريب عن هاي التركيبه. عنده مرشح هو؟ لا مش عنده مرشح، بس هو بيدعم منصب مسيحي، واليوم المشكله بينكم وبين هن شركاء معنا بالمناصب المسيحيه من وراء البرديه. بحصصهم محفوظه،
بس ورا البردية هن شركاء، مثل ما شفنا امبارح محمد كبارة بطرابلس نايب عم بيهدد انه اذا بتيجي موظفة من غير طائفة على مركز معين منتقد انتماء سياسي. حلو كتير، عونية حلو بحسب رأيه، حلو هالنظرية مهمة كتير. هذا نموذج من الكاد مثلا، ما لنا لنا، رجعنا للسيرة الذاتية القديمة، ما لنا لنا وما لكم لكم ولنا. بس يعني اليوم الرئيس ميقاتي بهذا المعنى يقف وراء رئيس الجمهورية في موضوع رئاسة مجلس القضاء طبعا. الأعلى، وبرجع بأكد وبقول موضوع بالقضاء بحد ذاته هو التفتيش عن قضاة سيرتهم نظيفة، عندهم هيبتهم، عندهم قيمتهم، وما بيخضعوا لأي ضغط. وهذا ما بدهم، بدهم قضاة تعطى روح روح. وبالمناسبة عم ينطرح أسماء كتير من القضاة، أكان على مستوى مجلس قضاء أو غيره، أو بدايل أو تسويات، وبصيروا يكبوا بهالأسماء. أنا بدي ألفت النظر لشغلة، في قضاة عم ينطرح أسماءهم كتير ممتازين بمحاكم التمييز، بس في قضاة، أنا أعطي مثل مش حسمي، في أحدهم شارع عكار بالرابية وشارع عكار بميروبة 4000 متر وشارع عكار ببقع توتا 20000 متر، بس بتجمعيهم بيطلعوا لهم شي مليونين ونص دولار. عم ينطرح شو من اين له هذا؟ يعني هذا المقصود بيعرف. انه من وين هن بيعرفوا من وين يعني جاي؟ هيك بدهم قضاة. بتعرفي ليش بدهم هيك قضاة؟ طيعطلون وما يقدروا ياخذوا قرار ويتبهتروا عليهم ساعة اللي بدهم. ما بدهم حدا مش ممسوك، بدهم كل الناس ممسوك. بس هذا كمان اتهام لرئيس الجمهورية. لا هون مش برجع بقول لك انه اليوم رئيس الجمهورية معني هون بشكل مش مباشر عم بحكي بهذه التعيينات. لحظة بس لما تفهمين غلط، بهيدا المثل مش عم بحكي عن رئيس الجمهورية، عم بحكي عن ناس عم تطرح اسماء طالع نازل لتعطيل فكرة مجلس القضاء اللي بيجي عليه قاضي مرتب. طب الاسماء اللي طرحها رئيس الجمهورية شو مشكلتكم فيها؟ كمان هيك بهالنفس المشكلة؟ ما بدي احكي. طيب ما هيدا بلد معطل، تعيينات معطلة، مش من حق الناس تعرف ليش؟ يعني كل شيء عم نفهمه انه اليوم انتم رئيس انا من حق علي الناس، انا كطرف سياسي وقت اللي بطرح اسم بطرح اسم لا شائبة عليه ولا يخضع لا لإلي ولا لغيري. ومن حق الناس وقت اطرح اسم وقت اللي بفوت على دايرته او على عدليته او على مركزه العسكري كل الناس تقول والله نرفع له الطربوش، ما عليه اي تحفظ لا ادبي ولا اخلاقي ولا سياسي ولا نزاهه ولا شيء ولا استقامه. وهو اساس من حق الناس انه وقت بطرح له اسم تاخذ هيدي المعايير، بس مش من حق حدا يطرح اسماء عليها تحفظات او ممسوكه. لحتى نعطي المؤسسه لازم تكون فاعله وعلى هيبتها ولا فعاليتها. نعم. طيب هون كنا عم نحكي بموضوع رئيس السنيورة حتى نختم قبل ما اتوقف مع فاصل اعلاني. طالما القضاء هيك بنظركم يعني لوين رح توصلوا بهالقضية؟ أو رح هي زوبعة إعلامية بعض يشوف فيها يمكن إعلامية. هجوم دفاعي هلأ بهالمرحلة يلي عم تتعرضوا فيها؟ لا 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 وحياتك أنت، لا زوبعة ولا غير زوبعة. نحن جماعة عم نطرح أفكار، عم نطرح مبادئ، عم نحكي عن وقائع عم تحصل أكان على مستوى الرئيس السنيورة أو غيره، والرئيس السنيورة مرتكب، والرئيس السنيورة هو منفذ لك المخالفات بالموازنة، وهو منفذ لك هاي المشاريع كلها، هو اللي عمل فزلك سوليدير، هو اللي عمل فزلك غير سوليدير. كل هالترتيب المالي وكل هالفجوات المالية اللي عم نشوفها بالبلد على مستوى المؤسسات والبلد عم ينمص، هذه طربوشة واحد بيقدر يتمسكن قد ما بده، بس هذا الواقع هيك. بتقولي لي في ملفات، بقولك بعد منكم شو بيطلع ملفات، بس يحكونا عن محاضر وغير محاضر المحاضر بنعرف وراء كدش بنعملهم. واحد بيعمل اقرار لحاله، بيعمل محضر لإله، واحد بيصنع مستند لإله لحتى يبري حاله. اسمح لي استاذ زياد اسود توقف مع فاصل اعلاني، من بعده رح نتابع حوارنا بموضوع وجود القاعده او عدم وجودها في لبنان وايضا قانون الانتخاب. خليكم معنا. برحب
فيكم من جديد مشاهدينا وبتابع حواري مع ضيفي النائب زياد اسود. وقبل ما نتابع بمواضيعنا المقرره اللي هي مثل ما قلنا القاعده وقانون الانتخاب، عم تورد اتصالات من مواطنين من جازين عم بيطلبوا انه نسالك ونستفسر من حضرتك عن حقوق العسكريين يلي خرجوا من جازين في العام 93، وحضرتك بنعرف انه متابع هذا الموضوع، فوين اصبحت هذه الحقوق؟ في عنا نحن بالزمان كان عنا كتيبه من الجيش اللبناني بين كان تابع لقيادة الجيش اللبناني ولكن مركزها فوق، كان فيها حوالي 450 عسكري. طبعا هدرت حقوقهم لأنه في منهم ظهروا، في منهم ما أخذوا تعويضات، في منهم صابهم الغبن. نعم. هذا الموضوع كان عم بيتابع وبعتقد مفترض يبين شيء منه قريب لإعادة توازن بالحقوق، لأنه في منهم حقيقة يعني صابهم الغبن. حقوقهم كناية يعني عن تعويضات؟ تعويضات، تعويضات وتعديل بالرواتب اللي كانوا على أساسها يعني. بس المشكلة وين؟ أولا وقت تحكي للرئيس المئاتي عن مصاري أو عن أي مشروع قانون أو اقتراح قانون في مصاري دغري بيتعطل، واحد. اثنين، سلم القانوني بالدولة وسلم الإدارة للموظفين وللجيش ولغيره انخل بالدولة. ليش؟ لأنه صاروا على مدى سنوات يعملوا اقتراحات مشاريع النواب، أنه مرة ما نظبط 50 واحد من الأمن العام، مرة ما نرقي 10 بالدرك، يعني ما عاد السلم سليم، ما عاد في معيار يعني. صرنا اليوم كل ما عاد في معيار، لأنه هذا لازم يكون سلم واحد، جدول واحد، يا بيتصلح كله ما بيندقر. شو صاروا يشيلوا باكتات منه، هيدي بتهمنا بنعملها، هاي ما بتهمنا بنعملها، تخلخل كل هيدا السلم، صابت عسكريين بالجيش، صاب الدرك، صاب الامن العام، صاب كثير ناس. ما يتعلق بهؤلاء الناس يعني صعبه قضيتهم ولا ممكن؟ لا تنحل. مش صعبه، بس لهم شقين، في شق سياسي لانه اعتبروا بمرحله من المراحل انه هدول مغضوب عليهم، وهذا مش صحيح لانه هن اللي حموا المنطقه عنا وهن اللي حافظوا عليها بظل الحروب والتعتير اللي كنا عم نعيشه وكانوا بمواقع حساسة. اثنين، انه بالاخر يصيب ما يصيب غيرهم من العسكريين المغبونين، ليش تهاو متروكين بعدهم؟ هذا السؤال كمان لازم ينطرح عم بتتابع الموضوع يعني حضرتك. والاستاذ ابراهيم كنعان عم بتابع الموضوع. نعم. تننتقل لموضوع القاعدة، يوجد أو لا يوجد قاعدة في لبنان، هذا الجدل اللي قلنا أكثر من أسبوعين عايشينه، هل أخطأ الوزير وزير الدفاع فايز غصن بإطلاق هذا الكلام؟ لما أثاره من سلبيات على سمعة لبنان وعلى الوضع العام في الداخل؟ لك سمعة لبنان أنا ما عدت عتلين همها، لأنه أسوأ دولة بالكون على كل المستويات، يعني أنه واحد ما بقى يعني ما بقى بستوعب هالفكرة، أنه والله ما تحكوا بتضروا لنا الموسم السياحي، بس بعده في سياحه يعني رغم انه عم بقول لك قديش صايره القصه مثل ما عم بتقول يمكن سيئه انه اوعى تحكوا بتعملوا لنا ما بعرف بس شو. يمكن القاعده هلا خلص يعني ترهب السواح. صرنا مواضيعنا الاساسيه الجوهريه اللي علاقه بهيك بهيبه الدوله وبسلامه الامن المواطنين عرضه كمان لمزاجيه، يعني مثل تيار المستقبل انه بيطلعوا انه كايد سياسي ومش صحيح وصحيح. هيدا المش صحيح شفناها بالضنية وقت اللي استشهد العقيد نداف الله يرحمه، وهيدا المش صحيح شفناه بنهر البارد، وهيدا المش صحيح عم نشوفه بتهريب السلاح، وهيدا المش صحيح عم نشوفه بمحاولات عم تحصل بالشمال وكأنه انه هونيك بلد. محاولات شو؟ يعني محاولات التجميع والتأليف والتشنيج والخطب الخطب الفئوية والناس الغرباء يعني اللي عم يجوا على لبنان. هن حساسة، هن معرضين لنزوح. لا لا. مش مزبوط. ناس من سوريا مش كيف صحيح. مش هن على الحدود يعني معرضين لنزوح، بس مش معناتها لهم حق يعملوا اللي عم بيعملوه. معرضين لنزوح شو عم بيعملوا؟ ليك. في اثبات انه يعني هؤلاء عم بيقووا معارضين سوريين او عم بيكونوا مقر من اجل انطلاق عمليات امنيه ضد اشرف ريفي النظام في سوريا. اشرف ريفي حكي عن الموضوع وحكي عن محاربه الارهاب. وليد جنبلاط حكى عن محاربة الإرهاب. أحمد فتفت وقت كان وزير داخلية أقر بوجود قاعدة وإرهاب. السبع كان وزير داخلية أقر بوجود قاعدة وإرهاب. الحركة على المطار
ناس غربية بفوتوا بضيعوا وما بنعود نعرفهم إني موجودة وسجلاتهم ساكتين عنا ما بعرف ليش، بس إنه بتقول إنه في ناس غرباء عم بيجوا على لبنان وبينتقلوا من لبنان إلى مواقع أخرى. الحركة اللي عم بتصير بالشمال وبال يعني بعكار وغير عكار كمان ملفتة وعليها علامة استفهام. ضبط السلاح والتهريب السلاح والعناصر الغريبة اللي عم بتكون موجودة أثناء تهريب السلاح كمان عليها علامة استفهام وغريبة. طيب ويكيليكس وفلتمان والشكاوي إلى فلتمان من الرئيس سعد الحريري وغيره كمان مؤشر إلى أنه كمان في علامات في مواقع محددة أنه في ناس غريبة. طيب ليش ما تبرز المعلومات والأدلة يلي عم بينحكى أنها هي بحوزة الجيش وبحوزة وزير الدفاع من أجل وضع حد لكل هذا الجدل؟ خلص لك الفكرة. إذا بترجع إلى حكومة الرئيس الحريري بترجع تستخرج التصريحات اللي كانوا يعملوها، كانوا يتهموا انه النظام السوري هو اللي عم بيورد هاي العناصر لتخلق بلبله بلبنان وبشمال لبنان وتعمل احتكاك مع تيار المستقبل وجماعته، وبما فيها مساله مهر البارد تحديدا كانوا حاطينها بظهر السوريين. اليوم قلبت المعادله، مش هيك؟ صار سوري عم بيعاني ونحن عم نهرب ونقول لا ما في. طيب كيف هاي؟ هون خلينا بس نحكي عن شكل القصة كيف صارت، يعني انه البعض شكك بشكل القصة انه لما طلع وزير الدفاع وقال انه في قاعدة وعم بيروحوا من عرسال الى سوريا، ما في يومين ثلاثة صار انفجارين بدمشق، 20 دقيقة أنجا ربع ساعة طلع التلفزيون السوري ونظامه أعلن مسؤولية القاعدة وبصمات القاعدة واستند إلى تصريح وزير الدفاع. يعني كل هذا يعني كل هالخبرية من حيث الشكل أوحت وكأنه في شيء مدبر، يعني شو هالصدفة هيدي إنه يطلع وزير الدفاع يقول في قاعدة، ثاني يوم يصير انفجار وبهالسرعة يصير الاتهام للقاعدة، يعني من دون ما يصير في تحقيقات من دون شيء. أول شيء اللي قاله الوزير غصن بمحله، وإذا ما قاله بيكون أخطأ عليه مسؤولية تجاه، كان لازم يقوله او لازم يتحرك على الارض ويعني هلا وصل لك التحرك على الارض. بس بالمبدا اللي قاله كان لازم يقوله، وانا لو محله كنت طلعت قلته، وكنت قلته بمواضيع تانية كمان يمكن اخف وط او اسخف، بس على الوزير وقت اللي بلاقي انه في خطوره وبشوف انه ما في امكانيه لمعالجه الموضوع او قطع وضع حد له نتيجه ظروف اقليميه عسكريه قدرات وغيره، انه يطلع يقول اقله حمايه لضميره انه انا عم شوف شيء غلط، ممكن يكون قادر يعالجه مش قادر يعالجه، الواقع السياسي بيسمح له يعالجه ما بيسمح له، في ضغط من برا بيقول له ممنوع تتحرك هون، لانه نحن بنعرف انه بلبنان في اشياء فيك تعمليها في اشياء ممنوع بدك تغض النظر. طالما هالقد الشيء واضح وخطير، يعني ما بقلب الحكومه في ناس رئيس جمهوريه رئيس حكومه وزير داخليه بحكيوا بغير لغه، ايه ما ولا حكيوا بغير لغه ليه؟ لانه مش مقبول منك تحكي، لا مش مقبول يحكي، ولا لانه المعلومات يمكن ضخمت او منا على قدر انا ما بعتقد الوزير غصن بمصداقيته قادر يطلع يقول شغله مش مقتنع فيها او مش متلمسها وعنده ملفاتها. واحنا عم نعرف عم نسمع من كثير مصادر انه في تحقيقات وفي ضبط سلاح وضابطين شحنات بالبقاع من فتره، مش من فتره مش اسبوع، سلاح وزخاير متطوره سلاح متطور وزخاير وغيره. طيب هيدا كله هذا التراكم وين بيوصل بالاخر؟ شيلك من القاعده، شو بدي بالقاعده؟ انا عم بحكي بشكل عام، هذا التراكم الامني وهذا الخلل الامني ان كانت القاعده او غير القاعده عم تعمله بدل على شو؟ بدل على انه نحن واحد من اثنين، يا اما عن جد مش دوله ونحن شرابه خرج مش قادرين نتحرك ومش وممنوع علينا نتحرك وممنوع علينا نحسم الا وقت حدا بيقرر انه نحسم مثل ما صار بنهر البارد. قديش حكيوا عن نهر البارد؟ في وتجمعات وسلاح وعم بفوت سلاح وبفوت عناصر، بقينا سنه ونص نسمع عن نهر البارد، بس تكونت هاي الحاله وقويت جينا بدنا نحسمها كلفتنا 170 شهيد مع قدرات منعدمه للجيش اللبناني، مش هيك؟ هلا اليوم عم نسمع وعم تتكون ما بعرف مين، بس انه يا اما في دوله يا اما ما في، يا اما الدوله مقصره يا اما الدوله معطله
يا اما الدوله عم بتغض نظر. نعم، اسمح لي هون اقرا شغله صغيره بس هيك معلومات اليوم بالنهار، لان تحدثت عن موضوع تهريب السلاح ويعني كل هذه النقطه. بتقول مقاله هيام القصيفي بالنهار انه المخاوف المتزايده من احتمال ما بعد سقوط نظام الاسد، طبعا هذا جزء من المقاله المقتطف، باتت مشرعه في اكثر من منطقه بعدما تكاثرت الخشيه من تكرار سيناريوهات سوريه مذهبيه على غرار ما حصل في حمص، لكن الامر لا ينحصر في الشمال، ففي البقاع بؤر توتر وكذلك في بيروت. وبحسب معلومات سياسية بدأت رسائل تمر عبر القنوات التي لم تنقطع يوما حتى في عز أحداث 7 أيار، تفضي إلى ما يمكن اعتباره محاولات استيعاب اللحظات الدقيقة لانهيار النظام السوري. ثمة أسئلة يتداولها أصحاب الرسائل والنصائح تتحدث عن المغزى من فتح قضايا جانبية يمكن أن تؤجج الحساسيات الداخلية، كما حصل في قضية الحديث عن تهريب سلاح من فريق دون آخر من دون أن يعني ذلك أن لا مستفيدين من تهريب السلاح. لكن بحسب المعلومات الأمنية أصبح السلاح في لبنان تجارة مربحة، ولا يتندر مسؤول أمني حين يؤكد أن عدم إطلاق النار ليلة رأس السنة لم يكن بسبب القرارات الأمنية، وإنما بسبب ارتفاع سعر الذخائر التي أصبح بيعها تجارة مربحة، ويرسلها إلى سوريا تجار من كل الطوائف شيعة وسنة ومورنة أيضا. وقد ارتفع سعر الكلاشنيكوف نتيجة لذلك من $150 إلى $2000، وارتفعت أسعار الذخائر 10 أضعاف، وقذيفات RPG وذخائرها التي بيعت حتى من فلسطينيين. معناته بالآخر أنه في بؤر وفي مجموعات وفي تنظيمات وفي، بس هم محطوطة بإطار تجار السلاح، يعني اللي مش بإطار جهات سياسية، يعني هلا تاجر سلاح سنة وشيعة ومارنة ويعني من كل نحن يعني مش هالقد بسيط. تاجر سلاح لو ما انه مغطى وعنده شركة ما بيعمل هاي، مغطى ومحمي وعنده شركة. نعم، وبتعرفي انت الغطى بكلف، هذا الواقع بالبلد بكل شيء. يعني الموظف لو ما انه مغطى وعنده شركة ما بيسرق. انه بتعتقدي موظف مع 10 مليون ليرة عنده شقة بالرابي $1.5 مليون؟ هاي معادلة موجودة، مغطى وعنده شركة. نعم، اسمح لي بما تبقى لنا من وقت نحكي عن قانون، وهذا الموظف عنده اسمه، يعني مش انه عم بحكيك هلا لحتى نقول انه عم نعمل اكشن، لا. نحن اليوم صار عندنا ملفين اسم باسم، شو بدكم تعملوا فيها؟ ماشي، بس انه بالاخر هو هن موجودين. يا اما بنعمل دولة تحاسب او اقله، بتكون تصفروا العدادات على طريقة السنيورة، بنصفر العدادات بس ما بنرجع بنسرق، منسكر صفحة حرب ومأساة ومنمشي من جديد بدولة. مش كل فترة منسفر الحسابات ومنحطهم بجيوبنا ونرجع عن جديد، بس نكون حسابات نرجع نسرقها. نعم، اسمح لي انتقل لموضوع قانون الانتخاب باخر دقائق متبقيه لنا من هالحلقه. مشروع اللقاء الارثوذكسي يعني اجتمعوا أزمة. الموارنه في بكركي برعايه البطرك الراعي، واعتبروه انه منطلق يصلح من اجل يعني قانون انتخاب مقبل. نعم، شو هذا السر يلي جمع كل الخصوم السياسيين تحت هذه العباءه الوحيده؟ ليك، اولا نحن الأولوية بالنسبة لنا النسبية. هلا اجى اللقاء الأرثوذكسي بمشروع، أنا تقديري يعني بيخلق بلبلة، خلق بلبلة أصلاً. يعني هلا في البعض بيعتبر إنه إذا زيد بهذا الموضوع بيقطع الطريق عن النسبية، لأنه النسبية مش من مصلحة كتير أطراف ب 14 أدار. إنه هذا المشروع بنزيد فيه مسيحياً منعطل النسبية، بنرجع للقضاء، بالقضاء بتعرفي إمكانية المال فاعلة أكتر، بس هو قائم على النسبية، بس نسبية يعني. هلأ أنا برأيي اللي تطلع آخر شيء نسبية اللي طائفي اللي عم بيشد مش اللي طرحوا اللقاء الأرثوذكسي، الأطراف الآخرين اللي عم بيشدوا بالقانون الأرثوذكسي بالاقتراح الأرثوذكسي لا يسعون الى لهذا المشروع، يسعون الى تعطيل النسبيه لانه مش له مصلحه. طب انتم ما كنتوا بالاجتماع ووافقتوا على هالموضوع؟ قلنا لهم اوكي اذا بتلاقوا هيك فليكن، بس نحن كمان بذات الوقت ما اعتبرنا انه يلا بنطحش فيه مثل ما غيرنا بده يعمل وبنشوف شو بيصير. بس وافقتوا بالنهايه؟ لا، نحن قلنا هيدا المشروع تيمشي بده اول شيء عم نطرح مشروع وكانه نحن لحالنا بالبلد، ونحن الشعب الوحيد من لون واحد بالبلد،
وانه هيك بيمشي هذا المشروع والباقيين راح يقولوا ايه. لا كان في بالبيان انه راح يتم المناقشه والتفاوض مع يعني الاطراف الاخرى الموجودين كمان شركاء بالبلد. العماد عون والوزير الفرنجي قالوا هذا المشروع له سلبياته ولا يمشي بده ينحكى مع الاطراف الاخرين، بده يتلاقى عليه توافق تضامن وطني. في حدا اعترض على هالملاحظه؟ الكل مش الكل كان وافقوا، يعني صدر بيان اخر شيء بالاجماع توافقي على المشروع مثل ما هو بدون ما تقولي انه هذا المشروع لحتى يمشي بدنا نحكي مع الباقيين. نحن مش بس ما البيان تضمن هيك، البيان الكل وافقوا عليه يعني بس بالاجماع. ايه بس جوا عم بقول لك هذا المشروع مش نحن لحالنا، نحن عم نطرح انه الانتخاب وكانه نحن لحالنا بلبنان ما معنا حدا، ومش مزبوط هيدا النظريه. وهيدا المشروع بده يتاخذ بعين الاعتبار لوين بيوصل على المستوى المذهبي، ممكن يحسن او يضر، بيوصل كل المسيحيين او ما بيوصل، بيعمل كونتونات ارثوذكسيه مارونيه كاثوليكيه ولا لا، اثنين بيخلق تشنج على مستوى الطوائف الاخرى ايه او لا، بتتوافق الطوائف الاخرى ايه او لا. طيب شو مصيره برايك؟ عندهم راي يا جماعه. شو مصيره؟ أنا برأيي راجعين على القضاء، على قانون الستين يعني الجو السياسي العام هيك بدل. نحن طموحنا النسبية، بيعطي كل فريق حقه وبرد دا كل فريق، برد كل فريق على حجمه، مش هيك؟ لأنه في ناس معها 12 13 نائب بتقدر تاخذ خمسة، ومنحرر مثلا بعض النواب من الضغط اللي بيتمارس على العيون بمناطق مفترض انه يكونوا احرار واصحاب قرار بتمثيلهم، مش هيك؟ وبذات الوقت بيعطي كل فريق سياسي بيمثل الكل، وبيعطي كل فريق سياسي حجمه. هلا بتقولي لي الياته كيف؟ بقول لك في بعض الاحيان الياته ممكن تصير على طريقه المحافظه، يعني اذا ممكن ما ياخذ ولا صوت لواحد ويطلع نايم، في واحد يقدر يلعب فيها، الاليات بدها دبر. هلا بتقولي لي مثالي؟ بقول لك انا طائف بيقول نعمل قانون انتخاب خارج القايد الطائفي، اتفاق الطائف، مش هيك؟ بيحكي عن مناصفه الى حين لهلا. شو انعمل من اتفاق الطائف؟ كم مشروع بمشروع صار مطروح خارج اطار اتفاق الطائف؟ للي عم بيحكوا عن اتفاق الطائف ولا واحد منهم محترمه. بس المهم بالموضوع انه انتم مقتنعين مثل ما غيركم يمكن كمان مقتنع انه بالاخر ضجه على الفاضي ورح نرجع الى لا مش نحن مقتنعين. انا عم بقول لك هاي رايي انا، تبي مش راي التكتل. انا عم بقول بظل هذا الجو ما راح يصير في توافق على قانون جديد، ورح نرجع على القانون يلي اعتمد بالانتخابات الاخيره. انا هذا تقديري، ان شاء الله اكون غلطان، بس انا عم بقول لك هذا رايي انا مش راي التكتل. نعم. لانه بالموضوع بكركي حكينا، يعني التكتل عبر عن رايه واخذنا هذا الاتجاه مع تفاصيل مع الملحقات. لانه نعم. مش عم تعملي قانون لحالك وبس للمسيحيين، في طوائف اخرى وفي مكونات بدك تحكي معه، والا ما فيك تطلع قانون انتخابي. الشباب الارثوذكسي يعني الجماعه اللقاء معتبر انه فينا نمشي فيه لحالنا، لا حتى القوات اللبنانيه بيعتبروا انه ايه بنطحش فيه وبنفرضه، ما فيك تطحش فيه وتفرضه، مش لحالك انت. يعني الافكار بعدها منا واضحه حول تقنيات واليات. نعم. والمقاربه السياسيه اللي بدك تطلعي فيها. انا بدي اشكر حضورك معنا اليوم النائب زياد اسود عضو تكتل التغيير والاصلاح. اهلا وسهلا فيك مجددا. ايضا بشكركم مشاهدينا على متابعتكم برنامج الحدث، والى اللقاء في الغد.